انتوما غراديان طايبه مع الكفته كتجي غزاله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى اموركم كامله تكون مزيانه وهاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم وصفه جديده. كما كتشوفوا القرعه، غادي نقدموا القرعه بالكفته اللي كتجي غزاله غزاله، واللي ما كيبغيش القرعه اكيد كونوا اكيدين انكم تاكلوها بهذه الطريقه هذه اللي كتجي بنينه. غادي نحتاجوا القرعه الخضراء، نقيوها ونخويوها من الداخل. انا خليت وحده غادي نوريكم كيفاش نديرو نخويوها، غير معلقه نبداو نكرطو هكا حتى نخويوها من الداخل بهذه الطريقه هذه. صافي حتى تخوالنا. بهذا الشكل غادي نحتاجوها نعمروها بالكفته كما قلت لكم. دابا غادي ندوز نديرها هي في الفران طيب ليا شي شويه، ونرجع نكمل معكم المقادير اللي غادي نحتاج فيها. غادي نصفيها السريه في الفران، دهنتها بشويه الزبده، نصف القرعه ديالي هكا. نستفوها هكا، غادي ندير لها شويه الملحه ماشي بزاف. نزيد عليها شويه ديال البزار، صافي. وغادي نديرها الفران ديالي اللي درتو يسخن على درجه 200، شعلت عليه الفوق والتحت، وغادي ندوز نديرهم يطيبوا ونرجعوا نكملوا الطريقه باش غادي نعمروها ان شاء الله. بالنسبه للصوص اللي غادي نحتاجه باش نديروها مع القرعه ديالنا، غادي نحتاجوا كيلو ديال المطيشه، غادي نحتاجوا ان تكون عندنا لاصوص ديال المطيشه بكثره، غادي نحتاجوا ربعه ديال الكفته من بعد ما شرملتها، والتوابل الملحه والتحميره البزار الخرقوم. غادي ندوز دابا غادي نقطع المطيشه ديالي طريفات صغارين، نطحنها في المونينيكس ونرجع نكمل معكم. من بعد ما طحنت المطيشه ديالي مع نص كاس ديال العنبه ديال الماء، غادي نضيف العطور، نضيف شويه الزيت البلديه، نخلط هادشي مزيان، وغادي نديرها فوق البوطه طيب ليا هاد لاصوص، وندوز مع حد لاصوص كطيب. انا غادي نوجد الكفته نديرها كويرات باش نضيفها معاها. بعد ما درت لاصوص ديالي طيب، دابا غادي ندوز نوجد الكفته نديرها كويرات بهاد الطريقه هادي، يكونوا شويه كبارين. هاد الوصفه هذه ماشي انا ضروري خصنا الكفته ديال اللحم اللي بغينا، بغينا نديرو الكفته ديال الدجاج، نديرو الكفته ديال السردين حتى هي كتجي زوينه معاه، ماشي ضروري تكون عندنا الكفته ديال اللحم. صافي نستمروا هكا حتى نكمل الكويرات ديالي. هانتوما البنات، من بعد ما طابت لاصوص ديالي غادي ندير عليها الكفته. بسم الله، نغطيوها ونخليو حتى طاب الكفته ديالنا، ونرجعو نديرو هاد لاصوص في ديك القرعه اللي طابت حتى هي. صافي نخليو الكفته ديالنا طيب ونرجعو نكملو من بعد. هانتوما البنات، من بعد ما وجدات القرعه ديالنا وجدات لاصوص ديال الكفته، هانتوما كتشوفو القرعه ديالنا بعد ما طابت راها طايبه البنات. صافي غادي ندوز نعمرها بهاد الطريقه هادي،
ندير الكفته ديالي هنا. نستمر هكا حتى نسالي. بعد ما سالي تسع بنات غادي ندير لاصوص ديالي. نحاول انني نوزعها مزيان. غطي كامل هذيك القرعة ديالي مطيش. صافي وغادي نردها للفران باش تشرب ديك القرعة شوية ديال لاصوص، ومن بعد نرشها شوية بالفرماج ونقدمها. نردها البنات في الفران ان شاء الله ونرجع نكمل معكم. هانتوما كتشوفوا كيفاش جا الطبق ديالنا، جا غزال وما نقولكمش واحد الريحة طالعة فيه غزالة. نهزو وحدة نقدموها نشوفو كيفاش جات. بسم الله. بعد ما طابت درت لها شويه ديال الفرماج. نحاول انني نمس وحده. بسم الله. ثم كتشوف كيفاش جات. جا المذاق ديال القرعه. يا سلام. هانتوما القرعة ديالنا طايبة مع الكفتة، كتجي غزالة مع لاصوص، كتجي غزالة. نتمنى البنات الوصفة ديال هاد النهار تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وكما كنقولكم دائما ما تنساونيش بالتعليقات الزوينة ديالكم اللي دائما كتشجعني بأنني نعطيكم أكثر وأكثر. وجي من الفيديو وبارطاجيوه مع الأحباب ديالكم. وشكرا لكم، شكرا بزاف بزاف. وإلى اللقاء إلى وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.